ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي مجدي هاند ميد. النهارده فيديو جديد، فيديو بسيط قوي، وعشان كل اللي سألوني عن طريقة القلب وكانوا شايفوا الفيديوهات القديمة، النهارده هيبقى فيديو لذيذ وسريع جدا وطريقة القلب بكل سهولة علشان نجهز الاوردرات العيد ونجهزه للأطفال كمان، انه في كتير قوي طالبينه عشان الأطفال. هنستخدم النهارده اللولي، بس المرة دي مقاس أصغر، مقاس 8. وبما انه مقاس 8 فاحنا خيط 60 ملي مش هيبقى مناسب معانا، هنستخدم خيط 50 ملي. تمام، وهنقص قطعة من الخيط، وطبعا زي ما احنا متعودين لو انتوا اول مرة لسه تشتغلوا هنقص قطعة مش طويلة، يعني كفاية نص متر او متر الا ربع ولا حاجة ونبدأ نشتغل بيه. ومعلش الخيط مكسر شوية، ان كنت بدأت الفيديو ولقيته مش بيسجل فعدتلكوا تاني. وهنحط زي ما احنا متعودين الوحدة بتاعتنا 4 خرزات من اللولي، هنحط 4 خرزات بالشكل ده ونوصلهم لنص الخيط. بالشكل ده، وباخد طرف الخيط وارجعه من اول خرزة تاني. ليه؟ علشان نعمل العقدة بتاعتنا، وعشان لو انتوا لسه مكنتوش شفتوا الفيديوهات اللي فاتت هتلاقونا ان احنا متعودين ان بنعمل عقدة نعقد بيها الخيط في كل واحدة بنشتغلها، وده بيخلي الشنطة ثابتة معانا او قوامها ثابت زي ما انتوا شفتوها كده، مش بتتنى، مش بتتقوص، بتكون مفروضة. هنشد الخيط بالشكل ده ونشد العقدة داخل الخرز زي ما انتوا شايفين كده، مش باين العقدة ومش باين كمان الخيط اللي احنا شغالين بيه. هنبدأ نعمل ايه؟ هيبقى معانا كده طرفين الخيط، طرف خيط بضيف فيه خرزة واحدة والطرف التاني بضيف فيه خرزتين. وده ليه؟ لان انا اوريدي مكمل على اخر الوحدة الاولانية، يعني كأن معايا خرزة وكده ضفت خرزة التانية، فالخيط التاني اللي على اليمين هضيف فيه الخرزتين، هضيف واحدة والتانية هعمل فيها العقدة بتاعتي. يعني ايه؟ يعني هرجع بطرف الخيط فيها تاني واسيب حلقة بسيطة متحركة ما بين ايديا علشان اخرج منها طرف الخيط اللي على الشمال، صورة محافظة على الحلقة ما بين ايدي كده، واشد الخيط ده. ونشد العقدة بتاعتنا كويس قوي داخل الخرز كده. بدأنا نرتفع تاني واحدة معانا، هنبدأ نرتفع الوحدات اللي باقية بنفس الطريقة، ان انا بضيف خرزة في ناحية وخرزتين في ناحية لحد ما اعمل العرض بتاعي اللي احنا عايزينه. بالشكل ده، والخيط التاني هضيف خرزتين. وبرجع بالخرزة التانية بالخيط وبعمل برضو العقدة بتاعتي. واشد الخيط بالشكل ده وكده يبقى بدأت ارتفع، ودي تالت واحدة معانا. وارتفع عدد الوحدات اللي انا عايزاها، وبما انه مقاس صغير فاحنا هنكتفي بان احنا نرتفع حوالي من 6 7 وحدات. فكده عملنا 7 وحدات، والوحدة التامنة هعمل فيها ايه؟ هاخد الخيط، اي طرف خيط معايا، ولنفترض ان انا اخدت الخيط مثلا اللي على الشمال، احط فيه التلات خرزات مرة واحدة مع بعض وهرجع في تالت خرزة. وده ليه؟ عشان اوريكم ان احنا عايزين نغير اتجاه الخيط خالص عشان نرتفع الدور اللي بعده. احنا هنشتغل زي قطع مربع وبعدها بنبدأ نزود ونشتغل في شكل القلب بتاعنا، لو شايفين كده
بعد طرف الخيط التاني وعشرت الخيط، وهتلاحظوا ان معايا اتكون العقدة اللي فوق او بالشكل ده، ودخلتها جوه الخرزة، واتجه معايا الخيط كله الطرفين لفوق. طيب الخيط اللي على الشمال عايزاه يتجه على اليمين، يبقى نفس الخيط اللي على الشمال ده انا هضيف فيه 3 خرزات. نفس المنطق برضو ان انا بحول الخيط معايا للجهة التانية، نحط كده دي التانية وادي التالتة، وهنرجع بالخيط في الخرزة التالتة علشان نقفل ونعمل العقدة بتاعتنا. ونسحب الخيط، طرف الخيط التاني من العقدة، ونشد ونقفل العقدة بتاعتنا. شايفين الخيط اتجه لفين؟ اتجه هنا لليمين، وبقى عندي كأن خرزتين من الوحدة الجديدة بتاعتنا، والخيط خلاص جاي في الجنب مع الخرزة الجانبية، يعني هنحتاج ندخل الخيط ده في الخرزة الجانبية دي، وهيبقى كأن معانا خرزتين من الوحدة. هنعدي الطرف الخيط بالشكل ده، اهو، ويبقى كده باقي معايا خرزتين عشان اتجه بيهم لليمين، وهضيف الخرزتين دول في الخيط اللي معايا على الشمال، او الخيط اللي يعتبر دلوقتي كان بقى معانا لفوق، علشان نفضل في نفس الاتجاه. هنعدي طرف الخيط من العقدة بتاعتنا، ونشد العقدة، او زي ما انتوا شايفين كده. هنكمل بنفس النمط ده لحد ما نوصل للوحدة اللي قبل الاخيرة، وهوريكم هنا الوحدة الاخيرة هنعمل فيها ايه. لسه الخيط معايا مع الخرزة الجانبية، هدخل الخيط فيها عادي خالص، والاختلاف هيكون في مكان او انهي خيط اللي احنا هنضيف فيه الخرزتين الباقي. المرة دي احنا عايزين نتجه لفوق، فبالتالي انا هضيف في الخيط اليمين ده الخرزتين اللي عليهم الدور، يعني مش هنضيف في الخيط اللي فوق، هنضيف في الخيط التاني. يعني بنتجه بالخيط حسب ما احنا، او بنتجه بان احنا نحط الخرز على حسب ما احنا عايزين نتجه انهي اتجاه، لفوق ولا اليمين ولا شمال، هو ده اللي بيحدد تصرفنا واحنا شغالين. وهشد الحلقة بتاعتي كده وهسحب الخيط، وهنبدأ نعمل نفس الحركة تاني بقى عشان نرجع تاني للصف اللي بعده، ونعمل القطع بتاعتنا هي اللي متكونة من حوالي 8 وحدات عرض وطول، وبعدها بنبدأ نزود علشان نكمل القلب بتاعنا، ان احنا نعمل الجزء اليمين ده والجزء الشمال. شايفين انتوا لو ركزتوا معايا ده كده ان احنا ضفنا الجزء اللي فوق ده على المربع اللي احنا عملناه تحت. فهنعمل ايه؟ احنا هنكمل، هنرتفع كمان هنا عدد بقى من الادوار زي ما تحبوا، بس بيفضل مثلا انه يعني عملتوا حجم المربع، بنفضل ان ترتفع فوقيه حوالي من 3 ادوار عاديين، وبعد كده ادوار تناقصية، وهوريكم ان احنا نعمل تناقص ازاي. انا كملت اهو الدور، وصلت الوحدة الاخرانية، وهقفل. زي ما قلت لكم بنزود حوالي من 2 لـ3، وبعدين نبدأ نعمل الخطوة اللي انا هعملها دي، وهي ان انا اغير اتجاه الخيط للوحدة اللي بعد كده عشان اعمل تناقص. فالمرة دي انا قفلت في الخطة في الخرزة الجانبية دي مش في اللي فوق، وليه؟ عشان اسهل توجيه الخيط للخرزة اللي بعدها لتاني واحدة. فهبدأ الف الخيط معايا من خلال الخرز، بالشكل ده، والخيط اللي كان معايا الطرف التاني هدخله برضو بالعكس،
وابدا بقى كده خلاص الخيط اتحول معايا فعلا على الواحده التانية، وهبدا اشتغل عليها واعمل الارتفاع بتاعي. والارتفاع زي ما احنا متعودين ان انا بضيف طرف الخيط التلات خرزات مره واحده علشان ابدا الشغل بتاعي بالشكل ده. اهو شايفين عمل شكل تناقصي، بس الدور ده هكمله للنهايه، وبعد كده لما اجي ارتفع الدور اللي بعده هو ده اللي هعمل فيه برضو التناقص. اهو عملت الدور بتاعي كملته للنهاية وحولت الخيط بنفس الطريقة علشان نوفر مع بعض الوقت، فهعمل التناقص في الدور الأخير فقط. وكده هبقى برتفع على تاني واحدة، هوريكوا برضو شكل التناقص هنا، وهنعمل الاخر السطر تناقص برضو، او يعني هنقفل في الوحدة اللي قبل الاخيرة عشان يظل الشكل قدامي انه ناقص من الجنب التاني وحدتين، وهنا ناقص كأنه من ناحية واحدة واحدة بس. واكمل لحد هنا واقفل الخيط واوريكم الجزء التاني هنعمله ازاي. اهو وهقفل هنا، ف مفيش مشكلة بقى ان انا اضيف على الخيط ده او ده حسب ما انا احب اقفل اتجاه الخيط منين. شايفين كده تكون جزء من الشكل، ولسه هنكمل الجزء التاني من الشكل بتاعنا، فمفروض هلف ده كده عشان يبقى بالشكل ده. تمام، وهنا يبقى ناقص طول واحده، طول سطر واحد، عشان كده كنت بقول لكم انتوا الاظبط. اهو كده ظبطته، انه بعد ما نعمل المربع بتاعنا بنرتفع حوالي سطرين لثلاثه كاملين، وبعد كده بنعمل سطرين التناقص عشان المقاس يبقى ظابط معاكم. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنيجي نشتغل هنا، بس هنعد الثمان وحدات ونبدا نشتغل من فوقيهم. بصوا اهو ده كده الارتفاع اللي احنا كنا ارتفعناه، سطرين كاملين، وبعد كده سطر تناقص من ناحية وناحية كامل، وبعد كده سطر تناقص من الناحيتين. فبنكمل بنفس النمط ده، بس هنعمله على الجزء الجانبي علشان نعمل النص التاني من القلب. اهو شايفين هنا اهو انه هنا سطرين والتالت في التناقص، وهنحط ده على ده ونركز ان انهي اتجاه اللي ناخد عليه او نبدأ نرتفع عليه علشان ما يحصلش لخبطة. شايفين ده كده لازم ده على ده ويبقوا مقاس واحد علشان الاسطمبة الناحيتين يكونوا مظبوطين، والتناقص هنقلبه هو علشان يبقى الجزء التناقصي قدام بعضه والتناقص الداخلي قدام بعضه. فهنا هنرتفع سطرين كاملين وبعد كده السطرين اللي فيهم تناقص. فهنبدأ من هنا ونبقى مركزين انه هنعد عدد وحدات المربع اللي احنا اشتغلناه. فانا هنا المربع كان 8 في 8، فانا هعد واشتغل للثمان وحدات، وبرضو نفس الكلام انا برتفع كل مرة بنفس الطريقة، وان انا اضيف التلات خرزات واقفل فيهم في الاتجاه اللي انا عايزاه. ارتفعت واشتغلت الدور، جاية هو على اخر خرزة عشان اللي برضو مش عارفين فكرة طريقة الارتفاع. انا المرة دي عايزة ارتفع لفوق، فانا هحط الخرز في الطرف اللي على الشمال معايا وارجع واعمل فيه العقدة علشان ارتفع لفوق او اغير اتجاه الخيط بالنسبة لي لفوق، وابدأ ارتفع بقى السطر كمان نفس النمط، ونوصل للسطور اللي فيها تناقص نفس الطريقة بالظبط. اهم حاجة ان انتوا تبقوا عاملين عدد الادوار هنا زي عدد الادوار هنا، علشان لما تشتغلوا التناقص او الادوار العادية يبقوا متناسبين كلهم مع بعض. فهنا كان الدور على التناقص، نقدر نغير اتجاه الخيط بالشكل ده اهو، من غير حتى ما نعمل القفل الجانبي عشان تبقوا شفتوا الطريقتين عشان ما نلخبطكوش في حاجه.
بلف الطرف اليمين ألف وداير ما يدور في الواحدة اللي بعده يمين، الطرف هو أو الطرف الشمال والطرف اليمين نفس الكلام. شوف ده خلاص غيرت اتجاهه خالص، والطرف اللي بعده همشي برضو داير ما يدور في اتجاه الشمال، وخرج على طول من الوحدة اللي عليها الدور أو من الخريطة اللي عليها الدور، وهتطلع لفوق عكسية عكس الخيط اللي احنا مطلعينه ده، وهتتجه للشمال. فكده حولنا الخيط ونقدر نرتفع هنا ونعمله لحد الدور كامل، وبعد الدور اللي بعده هو اللي يبقى فيه تناقص، وهكذا. هنكمل كده بنفس النمط، وخلصنا الارتفاع اخر حاجة. كده تكون عندي الشكل من يمين وشمال، نفس الحجم نفس الطول نفس عدد الخرز، ونطبق النصين على بعض علشان كده يبقى الفورمة الاساسية بتاعتنا للشنطة يعتبر خلصت خلاص. وكده نتبسط خلاص، مش باقي اي حاجة غير التقفيل الجانبي، والتقفيل حسب الجانبي حسب ما انتوا تحبوا تبدأوه منين. انا بحب ابدأه من النص فوق هنا على اساس يبقى سايبه مساحه برضو لقفل وفتح الشنطه، عشان لو حطيته كمان كبسوله من الداخل يكون معاكم مساحه. فابدأ ادخل الخيط من هنا من جنب منهم، وزي ما احنا متعودين الوحده رباعيه، يبقى انا دخلت من خرزه وهدخل من الخرزه الثانيه محتاجه اضيف خرزتين، فانا هدخل طرف الخيط من واحده واضيف خرزايه بس عن وسط الخيط، وهنضيف خرزة في الخيط اللي على الشمال، وبعد كده ندخل نفس طرف الخيط ده في الخرزة اللي مقابلة ليها تحت. يبقى كده تكون عندي 3 خرزات، وباقي الخرزة الرابعة بس هنضيفها. ويبقى انتوا كده فهمتوا معايا طريقة التقفيل، وهوريها لكم من قريب برضو اكتر. بالشكل ده زي ما انتوا شايفين اهو يتقفل من بداية التقفيل معايا، ووحدة رباعية مظبوطة، وهو ده المطلوب مني. هنكمل بنفس النمط، انا معايا الخيط على اليمين وعلى الشمال. كل اللي هعمله ان ادخل الخيط في الخرزة اللي على اليمين، وادخل الخيط في الخرزة اللي على الشمال، وبضيف الخرزة الرابعة اللي هتبقى مطلوبة علشان نظبط الوحدة بتاعتنا. يبقى كده اهو كل مرة انا بيبقى كده معايا 3 وبضيف الخرزة الرابعة، واشد الخيط كويس وندخل العقدة في الخرزة وبس كده. دي طريقة التقفيل بتاعة الجوانب، وهستمر فيها لحد ما اوصل لاخر نفس الجزء من الناحية التانية. وبعد كده نشتغل اليد اللولي من وحدات رباعية ورا بعضها زي ما انتوا شايفينها، وهنشبكها بس في الشنطة. وكده يبقى معاكم طريقة الشنطة بكل تفاصيلها. اتمنى انها تكون عجبتكم، ما تنسوش الاشتراك ولايك للفيديو لو عجبكم.